جوجل وشوف الفيتنام شحال من مغربي كان يدافع اسمه كان السلام عليكم الجيش ديال المغرب شحال واحد اسمع جيت بتوم لينا الفيتناميين سمعوا لي واش انت محرر وتكلموا عن التحرير وانتم عندكم الرئيس دقيقه يا مستر اسماعيل دقيقة واش من قارة اسمع وانتوما سيرقوا تكلموا هادوك إلا عاد عندهم إلا عاد عندهم سبتهم لليوم وباغيين يحرروا الله يدبروا روسهم لعبة يا ولدي بنعاونو واش واجب عليك اسمعني خليني نتكلم انا نقول لك روح حرر فقط هي الدرابو تاعك والنشيد الوطني اللي راه مازال تخلص عليه حقوق النشر عند فرنسا سمعت هاي ونتحداك انتوما اسمعني انت دولتك تأسست في 1962 تعرف مقراج انا عند جدي كان عايش في المغرب اقدم من هذه جزائر فهمت ونزيد نقول لك مثل يا نقول لك الكرغولي بك تكرغل اسمع والله ضحكتوني على بالك واكرغولي ومنين نتكلم على اليوطي تعرف اليوطي قال لك منين جيت اللي اكثر من وقتك قطع عني انا كملت الجمله يا تمنى قلت له واحد الهضره قلت له منين تتكلم عن التاريخ وتقول للناس مشو قراو التاريخ وانت اصلا ما عندك تاريخ ينقرا انت كتاب تاريخك انت عندك كتاب حياتي يا عيل هو اللي عندك ما عندك شيء ينقرا هذه اولا ثاني شيء وليد عمي منين تتكلم عن اليوطي قال عنه منين دخل ما جباركو ما كنتو ولكن منين دخلوا المغرب لقوا دولة قائمة بذاتها مش يقرأ مذكرات اليوطي دولة تغيير على أرضها قالها ذنبت عندها أرض وعندها سيادة وعندها سفراء في جميع أنحاء العالم هي الكرغولية الحيوان كملوا كلامكم زغرتي انتي لين صحانة تفضلي اسماعيل اسمعني قطع تبكي 300,000 مرة لا تمنى انا صغرت مال عفو حالي تفضلين جيب سفارة انا كنت باغي نقول لكم هادي مليكة اهلا وسهلا مرحبا تحيه للجميع تحيه للممثل الياس صديق مليكة والاخت المحترمه وهذا اللايف استمتعوا به لانه انا يتقلت عليه شحال هذه تقريبا واحد الساعه ولا خمس ساعه مرحبا بكم على اجين انا كنشوف بانه كاينه واحد الظاهره اللي هي في التاريخ ولكن ما كتجبدش وقت اللي ونثيروها علاش نثيروها لانه ملي دخلت العثمانيين راه لقاو واحد السكان اصليون ولكن حنا ما كنتابوش ليهم هنايا كيشدوهم وكيدرجوهم وتيقولوا لك هذوك غاجر لا هذوك ماشي غاجر هذوك السكان الاصليون لهذيك المناطق اللي كان قال على سليمان القانوني بانها تتواجد بموحدات الايله ديالهم اللي هي تونس وهنا وشي إلى بني العداس بنو العداس هم السكان الأصليون للجزائر والعرق قدس وهم كاينين قبل من الرومان في هذه المنطقة
واقتنعت بأن الأصل في ساكنة هذه المنطقة بشمال إفريقيا اللي غادي تطلق عليها من بعد اسم الجزائر هم هؤلاء في البدء وجد فيهم العثمانيون ضالتهم والإنكشارية بدورها غريبة الأطوار، لأن الإنكشارية كان عندها واحد المشكل ديال أنها كان فيها الشبق الجنسي الذي يميل إلى الجنسية المثلية، ولهذا هم عندهم المثليين. أما الفرنسيين فاستعانوا بهم في التصفية العرقية للطوار للإشارة حينما نقرأ وفي سياق المتواتر بأن الجزائريين هم من شكلوا آلية التصفية العرقية فيما بينهم نقترب من شيء اسمه المليون ونصف المليون حين. من هم إذن؟ شكون هم هاد العدادسية؟ الآن ارتحت واقتنعت بأنه قريت لابن خلدون بأن هادو اللي كاينين الدباب والحكام ديال الجزائر يعني بحال الكابرانات وبحال هادوك ديال العشرية السوداء وبحال هادوك مجرمين الحرب، وزيد عليهم حتى المدرسة البخروبية بخروبة لأنه راقت القاع القايا اللي كانوا في ما يسمى بين قوسين الثورة الجزائرية، لأن ما كانت لا ثورة لا مليبي عاد ناقص معها تخيلنا نقول الثورة تبغي واحد البعد زماني ما كاين لا في ما عندهم بعد الأرشيف ما عندهم هو وحتى ذاك الإعلام الكلبي بحال مثلا ملي كنشوفوا هذاك بوني في مصطفى ولا تشوفي صوفيا بلمن وأمثال مثلا الشرقيحة وخال شنقريحة وخالد نزار بكل تأكيد في إطار الوراثة يحملون الجينات بني العداس. إذا هاد العدادسية هما أشنا هما فينا اللي يعني من الصفات اللي فيهم ومجيع يعني فيهم الكذب هم يعني هم منتشر فيهم الكذب فيهم يعني الكسل يعني هم جماعات منغلقة على نفسها فيهم العنف والأحوال ديالهم كتصف الغموض يتسمون بنمط مختلف في الحياة والسلوك قبائل بلا مطالب يعني بعينها عرق يجمعهم ولا أرض يدعون الانتماء إليها أو يحلمون بالعودة إليها باستثناء إلى كانت أرض الأهل مجموعة أمنت أن كل أرض يطعونها هي وطنهم إلى حين، وأن التسكع لعنتهم والتسول لعبتهم فهويتهم واحدة وهي التي ويحمل معها وفاء عجيبا للتمر والحياة بعيدا عن كل التزامات اجتماعية لأن لا حدود اجتماعية لهم ولا حدود أسرية ما نسميه الآن بزين المحارم. روحهم بالإضافة إلى أسباب تاريخية أخرى جعلت من المألوف أن يعتبروا من قبل من أطياف يعني الأطياف اللي كدرس الناس والكذب إلى حدود يبني قصورا في الخيال ويقتنع بأنها الحقيقة أو يعني وما متحضرينش وفيهم التسول. إذن ملي بهالتسول هذه الصفات يذكرها الخلدون فهمتي أشنو كتقولي؟ راه هما اللي كاينين هما اللي كاينين تماما ما يعني وكأنهم اللي تقولي لهم الحقيقة كيكذبوك إوا راهم صحيح. شكرا وسمحوا لي والله مشكورة ما شاء الله بارك الله فيك. أنا راه قريت لابن خلدون وقريت لأن هو في الحقيقة ملي جيت نشوف يعني هذه هي الحقيقة ديالهم وخاصنا نعرفوا بالفعل ملي قال الحسن الثاني الله رحمه الله في هذه الليلة ويستحق الرحمة وأكثر من الرحمة ونترحموا عليه دائما في كل صبح وفي كل ليل وفي كل غصب وفاته اليوم. نعم اي تماما في الحقيقه يعني ملي قال لي لكي يعلم العالم مع من حشرنا الله في هذا قدرنا هذا قدر لاني انا اكبر من الجزائر الشيء انا راني اكبر من الجزائر ودايره واحد الدراجه سوسيولوجيا حول سيكولوجي المنهزم حكام او الجزائر نموذج وراني دايرها دخلوا قرا ورا كان تستضفني هذاك احمد الشرعي كنت قلت يا كلام مالك عقل ليها
كان شو ما شفتكش عند القاعي وفهم اللي قال بدا لا انا ما يمكنش لقى مره انا تبارك الله عند رشيد السياسه والاقتصاد وفتبارك الله امراه جروندام والاحترام وقدر شكرا شكرا ورات انا اصولي صحراويه غير انايا ماشي من الصحراء ديال الساقيه الحمراء ودار انا بعيده عليكم انا موريتانيه سبحان الله انا غيلانيه في الاصل ولاد غيلان مرحبا وخير ولاد غيلان شكرا شكرا سلام والله مشكوره بارك الله فيك انت تبارك الله تعالى حكرا غيلان يوسف تكلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام كيدايره الاخت تمنى الحمد لله انا كنت باغي نقول الجزائري تكلم على الثوار كروب اول واحد اللي يسقط قوه المستعمر في ذهن المستعمرين كانوا ينادونه بالاستاذ وهو عبد الكريم الخطابي رحمه الله اللي قال تكلم على فيتنام ذكروا فيتنام كانت في حرب اباده ديال امريكا اللي كانت امريكا خاصها خرج جميع الاسلحه ديالها وكانوا ما باش كيتحاربوا غير باشياء بدائيه في الغابات وما ماتش فيهم مليون ونصف ما ماتش فيهم يجي هو كيفتخر كتعدو الثوره اللي معرف بها الا هو ما عرفش بها العالم ومات قال لك مليون ونص يعني هادو ما كانوش ثوار كانوا ضحايا لان يعني جبد الفيتنام ما ماتش في هذا العدد اللي تقولوا تما في الجزائر ومع ان ما كيتداعي على ديك المليون ونصف ما قدرتوش لحد الان ومن داخل الجزائر وفي البرلمان الجزائري تعطيو للقبور ديالهم والارقام يعني هنا كتعترف بان الفيتنام رجال عليكم اللي ما ماتش فيهم هذه العدد كون كحاربوا دوله العظمى وما ساعدتهم حتى الدوله انتما ساعدتكم المغرب تونس مصر ومع ذلك تقولوا ماتوا فيكم اكثر من مليون ونصف فين هي القوه اذا انت تقارن نفسك بالفيتنام اللي ماتش فيها مليون ونصف اليابان ضربتها قنبله نوويه هيروشيما وما ماتش فيها مليون ونص هذا ضعف يعني كنتو مثل الدباب كتساقطوا شكرا اخت سمنة مشكور والله بارك الله فيك شكرا ممكن كتفيد الدباب كلمه الكراهيه التي تعناو باب الثوره اسمح لي اخويا نهضروا نهبطوا بحالي نضيع هادو اللي تعناو بالشعارات الرنانه التي يهضروا بها المغرب راه حارب حتى في الحرب ديال فيتنام المغرب حارب في جميع الحروب ملي بدات الامم المتحده وقبل اما دابا فملي كانت الامم المتحده شارك في ديك القبعات الزرق شارك في الحرب العالميه الاولى الثانيه اش الجزائر فين كانت الجزائر اللي تجي يهضر على التصور وهما في الوقيته ديال اللي ملي بغاو يديروا داك الاستفتاء راه ما بغاوش الشعب الجزائري ما بغاش يخرج يدير الاستفتاء لان ما بغاش فرنسا تخرج لان فرنسا عندها البيداغوجي ديال السياسه عارفين هما الكراغيله ديالهم خوتهم ما فيهمش الثقه بيناتهم وما خرجوش كانت فرنسا دارت لهم بالالزام حيت فرنسا ما بغاش اصلا دير الاستقلال للجزائر راه هي الامريكان هي اللي قالت لهم ديروا الاستقلال باش تحكم هي بواحد الطريقه ديالها امريكان حاليا النظام العالمي الجديد وهاد الكراغيله مساكن معدوم خير اختي تمنى وغنمشي كلمه اخيره لو سمحتي ليا تفضل انا نسال الجزائريين سؤال واحد حنا المغرب عندنا معارك بالاسماء بحال معركه الزلاقه معركه الملوك الثلاث وعندنا كلشي مشجع بالتاريخ نقول لهم عطيونا اسماء المعارك اللي خادوها لا شي واحد يطلع جزائري وعطينا اسماء المعارك اللي خادوها شكرا بارك الله فيك هذا عاش المعارك تفضل عاش الملك افتح المايك اولا السلام عليكم ورحمه الله تحيه اخت منى وتحيه جميع المغاربه الموجودين في هذه المنصه وتحيه جميع المواطنين المغاربه الاحرار الذين يدافعون عن هذه المنصه ربما اختي تمنى كان طلبي مرحبا مرحبا وسهلا والله كان طلبي في الجيتس ديري في عمارية يا
كبسو كبسو يخور عادي تقال الناس والله ما شاء الله عليك وكنا نودولك يا عاش الملك والله العظيم والنبيك الله يحفظك الشاب والنبيك أنت أختي والله العظيم إن كنت دائما وأبدا ومرورا عبر الكرام ونبغيوك في الأخر الله يطول عمرك طالب من كاملين المغاربة سمولا تعدلنا الدعاء لصاحب الجلالة رحمة الله عليه الحسن الثاني رحم الله جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ذلك البطل ذلك الملك الشهم والحمد لله أنتم تعلمون وفي قولته الكريمة 1975 كما عندما قال الحمد لله يقول الله تعالى إخواني كان طلبي في هذه الأمسية وكنت مشتغلا بعملي ولم يحسني الأمر ولم يحسني الأمر إلى المشاركة معكم أختي تمنى وأنا أحبك في الله وكما قال الحسن الثاني في الخطاب دياله سنة 1975 الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله يقول الله تعالى قد جاء الحق وظهر وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فعلا جاء الحق وتبين الحق وعسعس الحق وبإمكاني أن أقول جميع المفترضات في الحق لأنه علو كلمته وسمو درجة الحق نظرا لمحبة العرب بهذه الكلمة إخواني المغاربة يجب أن تعلمون كما قال الحسن الثاني في تلك الخطاب جاءنا نبأ هذا الصباح الذي كنا ننتظره لم نكن ننتظره تفاؤلا قط بل كنا ننتظره إيمانا واحتسابا فقط بل كنا ننتظره إيمانا ويقينا منا بأن الحق معنا كما جاء في الخطاب ديالو الحمد لله وأنتم تعلمون الحمد لله جاء الحق ليجيب على الأسئلة التي طرحناها على المحكمة العدل الدولية وقلنا لها أولا أهل الصحراء المغربية قبل احتلالها من لدن إسبان كانت أرضا خالية أو بدون سيد أو ملك أو ملا فكان الجواب بنعم وإسبان كانوا أرسلوا رسالة إلى الأمم المتحدة بأن هذه الأرض كانت أرضا ليست أرضا خالية بل كانوا مواطنين يسكنونها والحمد لله كانوا مواطنين وروابط تاريخية تجمعنا مع هذه المملكة وتجمعنا الحمد لله يعبت إلا أن الاستعمار فرق هذه الروابط ورجعنا الحمد لله بالحسن الثاني رحمة الله عليه أقول لكم قولي هذا إخواني الكرام عاشت المملكة العربية تمانا وعاش المملك الملك ديالنا نصره الله وشفاه من هذا المنبر تحية إليكم وتحية إلى جميع المغاربة دمتم في رعاية الله وجزاكم الله خيرا والله ما شاء بارك والله والله صوتك ما شاء الله الله تبقى الأصل للمرحوم حسن الثاني والله ما شاء الله يا إخوان عدلوا لي أبوني عدلوا لي أبوني أنا نتمنى منك يا عاش الملك تعود تفتح لايفاتك ونجو عندك وتقول لنا الخطابات اللي كان يقولها المرحوم حسن الثاني والله مدابينا والله ما شاء الله أنا عندي اقتراح أنه تبارك الله إن شاء الله لأنه صوتك ما كيذكر بشخص عادي ما كيذكر بشخص عادي الحسن الثاني رحمة الله عليه كان شخص غير عادي كان شخص تبارك الله يعني في العالم كامل على قولت منه أنك تفتح لايفات ويكون محتوى لايفاتك لا خطابات الحسن الثاني وتحليلها يعني أساتذة وناس في المستوى اللي يحللوا الخطابات غير نكمل لك هذه الجملة إذا كان ممكن
لأن أي واحد في العالم كامل كي يفهم شو واقع في المغرب وكي يسمع حتى فلاشية كي يسمع الخطاب يعني خطاباته كيحكوا واقع واقع الحال اليوم. يعني نتمنى أن يكونوا معك ناس في المستوى اللي يقدروا يكون عندهم تحليل راقي. أنت تقول جمل هما الحل. والله أنا صراحة هذا تمني عندي ولا درتي هذا اللايف. إحنا الأوائل اللي نساعدك وأنا بعد يكون أي لايف مفتوح لنجي نسمع الحسن الثاني رحمة الله عليه يتكلم. تفضل أهل مرحبا بك. والله الحمد لله وكما يعلم الجميع بأننا كمغاربة والحمد لله لدينا هذا الصوت المغفور لنا حسن الثاني، ليس تقليد ولكن صوت أباح نبي الله، لأنني كنت مدمنا على هذا الملك الشام، هذا الملك البطل منذ صغري، فأصبحت أتكلم مثله. وربما الإخوة الكرام يعلمون هذا، يجب أن تعلمون بأن المملكة المغربية تلك المملكة، وهذه المملكة لها رجالها ونساؤها يدافعون عليها. وكما قال الحسن الثاني رحمة الله عليه أننا لا يجب على أي شعب أن يستقبق الشعب المغربي وأن يسبق الشعب المغربي، هذه من جهة. وكما قال الدكتور صنيبي تمغربيت، تمغربيت في الدم ديالنا، في الروح ديالنا، في العقل ديالنا. لذلك أقول الحمد لله يجب علينا في جل منصات أن ندافع بشراسة عن هذه المملكة. إذا كانت لديكم الروح الوطنية والروح ديال تلك التراب المغربية والروح للاستقرار والأمن في تلك المملكة، ونحن نعلم بأن ممالكنا وملوكنا الآن نحن نعد لهم الحمد لله البيعة منذ قديم الزمان، وهذا ما يدل على أننا المغاربة لهم تلك الحرقة على هذه الأرض وتلك الحرقة على الصحراء المغربية وكذلك الصحراء الشرقية. أقول لكم قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله بحكم عملي، جزاكم الله خيرا. اختتم أنا، والله أنا لم أستطيع، أنا لم أستطيع أن أشارك معك الموضوع في الخامسة مساء في العمل، وكل إخوان اتصلوا بي حتى أشارك معك العمل. والله مشكور، تحية إليك وتحية جميع المغاربة. بارك الله فيك. والله مشكور، رحم الله، رحم الله الحسن الثاني، رحم الله المغفور له، وعاش الملك، عاش محمد السادس. تحية إليكم من هذا المنبر، دمتم في رعاية الله. بارك الله فيك. والله مشكور، تحية. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا الصوت ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا براوان زين زين، مع الصوت الجميل. الله الله. يا رجعوا لتبون ياهو. اش كيفكم يا قلب هسيك؟ بخير صباحي برا. شحال تقول لا لا بخير. عثمان كيفك؟ بخير طيبين. السلام عليكم خويا ابرا. قالك اي سمعي سمعي قليمينا. نعم. واحد كرغولي من قبل بوليا وقال لي ملي كان هذا السيد يتكلم قال لي طلعيني طلعيني في الاحلام تطلع في الاحلام انت مجنون في الاحلام. معلم ان هذا هي الشابي صوته وفي الاحلام ما تطلع معايا الكرغولي ممنوع. والله الله 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 حق شخصيتك القويه تبارك الله النظيفه. لا يمكن لا يمكن ما يمكن يعود حتى واحد شوفه تعود الا صوره في الجيست فيها 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 ساماجستي او فيها اي واحد. صح. من المغرب يستحيل انه يطلع كرغولي للجيست. وهذه انا نقولها حتى للمغاربه منين تعودوا مع دي صور ملككم ما تطلعوا الحمير وما تطلعوا الهاي. اللي طلعوها من يكون تبوني يا عثمان ما تبوني يا تبوني تبوني والفيلاج اللي والحبوس عاد. صحيح. صحيح.
اللي اختصبته في فرنسا 132 سنة. ولد فيلاج اللي بتوا يا دي صوتي. عندي سؤال، عندي سؤال حبيت هذا الأخ اللي بساني جاوبني عليه، صحيح هذا السؤال ولا لا؟ تفضل يا تلمساني، وينك تسمع فيا ولا لا؟ نعم. عندي معلومة أن أيام الاحتلال هذا العثماني، أيام كانوا محتلين الجزائر وفرنسا، الترك كانوا يتقبوا أذن الجزائريين على اليمنية، الأذن اليمنية اليمنى كانوا يتقبوها الترك، والفرنسيين كانوا يتقبوا الأذن اليسرى، صحيح ولا لا هذه المعلومة؟ الصوت عندك ما صوت إيه، كانوا الطرق يقولون هادو تاعنا اللي متقبلين لهم ودنيهم الإصرية، والفرنسيين يقولوا هادو تاعنا اللي متقبلين لهم ودنيهم الإصرية. لا ترى كانوا يقولوا ما شتاو، والفرنسيين يقولوا مرة. تفضل يا دوار اللي عجبت. تمام بخير. واش كاين الصوت الإخوان؟ كاين المعلومة اللي جاتك الأخت. إيه صحيحة، نعم صحيحة كانت، نعم صحيحة، لا حول ولا قوة إلا. نعم كان الأتراك كانوا يتخبون الأذن اليمنى. نعم نعم الأخت، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم محمد مجلة. نعم ولكن الأخت خلو يكمل جملته. ولكن الأخت نعم كلام مشكوك فيه، لأن أهل سكان الجزائر الأصليين وهي الداهية ليسوا بقبيلة دعسنا، لأن قبيلة بني هلال جاءت من اليمن ومن الجزيرة العربية واستقرت في تونس في بعض الأعوام، وكذلك استقرت في الجزائر وذهبت إلى المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية، لأن أهل سكان الجزائر القدامى هم سكان الداهية التي كانت الحروب مع عقبة ابن مالك. وعليك السلام. فإذا الأخت الكلام اللي كانت تقوله الأخت ملكة يعتبر كلام مشكوك فيه، لأن قبيلة العدادسة 1840 و 1760، ولكن الداهية كانت أقدم بكثير من ذلك. إذن الداهية التي عملت الحرب مع أو ضد عقبة بن نافع، فالفتوحات الإسلامية اللي دخلت الجزائر كانت قبل العثمانيين بكثير يا أخت، هذا المعروف وهذا التاريخ، لأن عقبة بن نافع دفن في بسكرة، دفن في الجزائر في شرق الجزائر في جنوب شرق الجزائر، وعقبة بن نافع كان أقدم بكثير يا أخت. فلهذا الأخت مالكة تقول لك أنها قرأت على ابن خلدون. نعم ابن خلدون تكلم، لا لم يتكلم فقط على القبيلة، تكلم على قبائل وأحسن وأكثر ومجموعة كبيرة جدا، وهم بني هلال الذين جاءوا من الجزيرة العربية، لأن في الجزائر القديمة لم تتكلم اللغة العربية ولم يكونوا مسلمين. نعم والدليل الفتوحات الإسلامية، والتاريخ يعيد نفسه يا أختي. واش فهمتي أختي؟ الشيء اللي قالته مالكة مشكوك فيه طبعا، والتاريخ أو عندك الأخت، شوفي قبيلة بني هلال وشوفي ما قاله ابن خلدون في كتابه، سواء كان المقدمة أو ابن خلدون. ولكن الأخت الكريمة راه في تلمسان كان الأندلسيين كان شيء آخر، فلهذا كلام الأخت مالكة أعتقد
اعتقد انه مشكوك فيه طبعا. شكرا. عثمان تكلم. السلام عليكم اختي تمانة. السلام. اخويا ابرا واختي مليكه وكليمينا الزين. اهلا بكم. ولي حبيبتي مرحبا بك. ولي العمر ديالك. كومون فوتي سافا تو فا بيان؟ تانكي تو فا بيان من عمرنا الحمد لله. مرحبا بك اختي مرحبا. الله يعطيك. شكرا لبؤات الصحراء بجوجكم وتمانا. اوكي السؤال الاول غادي ما نطولش عليك اختي تمانا باش ننزل نعطي فرصه لاخر. السؤال الاول هذا اللي كيهضر واش هو جزائري ياك؟ نعم تفضل. نعم. دار العجب اللي قال مشكوك فيه دوار العجب. نعم. اسمع هذه الاخت مليكه اللي هضرات. نعم. اللي تكلمات باش انت تقول مشكوك الكلام مشكوك فيه ما خصكش تقول كلام مشكوك فيه. قولها لابن خلدون او قولها للكتب اللي كيهضروا التاريخ تاريخ من قرون. نعم. قبل ما يجي ما تقولش هو كلامها مشكوك فيه لان انا نقول لك خويا وما تقاطعنيش في هذه الهضره حتى نكمل من بعد. هذا واحد الحاجه غتبقى تقول الكلام مشكوك فيه لان اي حاجه غادي تحطها في الجوجل غادي دير غير غجر بني عداس بني عداس اجاز. دوار العجب ومعترف بها ومعترف انه اول ما كان انسان سابق الجزائر هذا راه معترف به يعني الانسان كيتكلم بوضوح. تفضلي اختي. شكرا اختي. لكن باش ما يدخلش ديك هذاك التمسان حنا في التمسان. اوكي هذه داكش الحق تبقى تقول شكوك في كلامها لان هي ما جايباش الكلام غلط هي قاريه التاريخ. واي واحد وحنا كنعرفوا الاخت مليكه واي وحده طلعت كتهضر بكل ثقه وهي مناضله وحنا كنعرفوها من زمان هي راه كبيره على على على, على, على ماشي الاستقلال تقرير المصير ديالك انت في الجزائر هي راه كبيره عليه. هي عقلها تاريخ كتقرا كتب هي ما كتشتمش ولا من داك السروال التحت ديال بونيف وديالكم داكشي كامل لا واحد الثقافه ديال التاريخ اوكي ملي كتطلع وكتهضر ماشي تقول كنشكك في كلامها لا قول كنشكك في بني خلدون كنشكك في التاريخ كنشكك ولا شككتي جيب الوثائق وجيب الدلائل وجيب الحجج. هذه من وحده هذه وحدة. ثاني حاجة ملي كنتي كتهضر كنتي كتقول الجزائر كبيرة قارة نقول لك ليك انت ولا لغيرك يا كنتي انت مع اش كيقولوا هذاك النظام ديالكم ولا ماشي انت مع النظام ديالكم انا لكن باش تبقى تطلعوا كل مرة تبقاو تقولوا ديك القارة فتعرفوا هاد الناس اللي كيقولوا هادشي ديما قاره انهم من الناس المنبطحين المدلولين لان دائما باش تقول قاره وانت هذيك القاره مسروقه ولحد الان مازال وراثيه مازال بالوثائق فانت ماشي غتبقى تطلع وتبقى تقول قاره لانك ما ديتي والو رانتيها سوري اسمح لي في هذه الكلمه نحي لك السروال يعني ديتيها بواحد باش ديتيها بتقرير المصير بيه ولا لا ما ديتيهاش بالقوه ما ديتيهاش بالدم ما ديتيهاش بالحرب ما ديتيهاش بحاجه اللي تفتخر بها ما ديتيهاش يعني هذيك فرنسا اللي داتها انت كتفتخر بواحد الحاجه اللي الاستعمار داه هذه حاجه كملت منها ليك انت يا من بعد رد ولا ما تردش ممكن جاوبك نعم ممكن جاوب؟ نعم. جاوب؟ أعتقد أنك لم تسمعي مكالمتي الأولى. ثانيا أنا لم أقل قارة
ولم أجبت كلمة قرع أصلا. ليس هو اللي قال. خليها أنا جواب لكن لك أعطيني فرصة أنا جواب الأخت أمستردام، لأنه للأسف الشديد يعني كاين بعض الناس يدخلوا يعني من وراء المناقشة وكيجبدوا كلام اللي هما سمعوا قبل. قلت أخي الجزائر كبيرة، في أفريقيا كبيرة. كبيرة. والأكثر منكم كيطلعوا كيقولوا قارة. هما سمعوا. هم يطلعوا. بالعكس ما قالوا. يعني وللأسف الشديد الأخت أمستردام، أنا لما قلت كلام الأخت مالكة كلام مشكوك، لأن نحترم الأخت مالكة، نحترم الرأي ديالها، ولكن الأخت الكريمة، في الجزائر في تاريخ، ولكن بعض التاريخ في الجزائر مزيف. نعم أنا أتفق مع الأخت مالكة، ولكن قبائل الجزائر القدامى كانت الداهية التي عملت حرب ضد عقبة ابن نافع. وجوجل، وممكن تتصل بجوجل أو تكتبين أقدم سكان الجزائر. أما بالنسبة للقبائل التي أتت إلى إفريقيا والمغرب العربي الكبير، هي قبيلة بني هلال، قبيلة بني الحمران. وأما بالنسبة بالنسبة للجزائر في شرق الجزائر. أما بالنسبة لتلمسان، جاء الموريسكيين اللي هم من أهل الأندلس. أنا لم أقل قارة، الجغرافيا تقول، أنا لم أقل شيء. أما ليست الأخت مالكة فقط التي قرأت التاريخ، لا، كثير وملايين الناس قرأوا التاريخ، وملايين الناس قرأوا كذلك كتب ابن خلدون. وليس فقط ابن خلدون يا الأخت، القرطبي، كثير من العلماء، كثير من الناس قرأوا على العلماء وقرأوا التاريخ. واللي ما قارش التاريخ الأخت أمستردام يعتبر إنسان يعني حسن ما يطلعوش اللايف. علاش؟ لأنه هذا الصراع. تفضل. بك أنت مشكل أخي، ممكن نطلعوا الكلام والناس ديال التاريخ والناس يتدلل. دقيقة نشوفوا يعني يطلع تكلم. سماكم أخت، ميرسي. وعليكم السلام. صاحبة اللايف ولي لي جون اللي راه مالي في اللايف واللي راه بالكاتش، شوف واحد يكون منطقي، باسكو انا مش عنصري، مش جهوي، شو انا جيريان وبيير، جيم لي ماروكان لي بيير، شي با لي ترافيكون، راكي فاهمه؟ ماشي مال الاحرار المغاربه الاحرار. تكلم على يعني تكلم على تبونياهو، انا ما دخلتش يعني المغاربه الاحرار. كاين اليوم المغاربة كلهم أحرار. تكلمني على هذا، تكلمني على هذا، تبوني أولي مثل الجاز. أنت مسمي روحك أمستردام، فهمتني؟ سمحيني نقول لك جوج كلمات. أنت حاشا المغاربة، أنت باش. وأنت حاشا، أنت حاشا أصلا تطلع وتكلم معاه أصلا، قد عني روح جيب جم جدك. سي با هذا الشاوي هذا اللي طلع، نقول له غير حاجة، طالع يطيح. أنت عيب أصلا تنحسب على العرب وعلى المسلمين، اسمع. جاي سكران تكلم معنا نحن، أنت مشي كيسبوني يعطيك كاس ديال الجيب. يلا كملوا كلامكم. انا غادي نقول له، واحد الحاجه، خالي انا مازال ما كنعرفش اراضيه، لان بسببهم هما ماشي البوليزاريو غير اداه، بسببهم هما الجزائريين الانكشاريين هذوك اللي مازال محتلين، بسببهم هما انا خالي ما كنعرفش اراضيه، وبسببهم هما الاب ديالي مسكين راه يعني رجل ديالو بالراسه،
الاشخاص بسببهم هما بزاف ديال ولاد العائله ديالي راهم ماتوا ومازال لحد الان بسببهم هما. ونقول له واحد الحاجه ان ما عندهمش زيرو شهداء للاسف الشديد. ويمكن واحد النهار غادي نجيب لكم الاخت نرجس طلع لكم هنا باش غادي تهضر لكم على الشهداء المغاربه، لان الشهداء حنايا هما كيفتخروا بهم وكيجيبوهم عندهم في القنوات، وممكن لكم تمشيو للقنوات النهار كيجيبوا اسماء الشهداء ديالنا حنايا وكيديروهم شهداء ديالهم يعني كيديروا السميه ديال الشهداء ديالنا عندهم، وكيقولوا الشهيد فلان فلان بالفلان، وهما راه معنا راه عندنا راه ديالنا حنايا وحنايا. وحق الله الا كنبقى يعني والله اش غنقول لكم كنبقى نتجنن، علاش هاد المغاربه ديالنا ماشي المغاربه يعني علاش هاد القنوات ديالنا وبالنسبه للقنوات الكبار يعني كنهضر ماشي كنهضر على دوك بحال شوف تي في ولا شي حاجه، القنوات الكبار شوف تي في صراحه جابتها وهضرت على هاد الشيء. انا هذا قناه النهار ديالهم الشروق وهذيك التاسيه ديالهم كتجيب الشهداء اختي كليمينا اختي تمانة، وحق الله العلي العظيم جيبوا نرجس وهضروا معها. راه نرجس دارت واحد الفيديو في اليوتيوب وجابت الاسماء، وقسم انا 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 انا, أنا تعجبت جابت الاسماء وجابوا الشهداء ديالنا حنا كيفتخروا بهم هما لهي بني الشهداء. اسمعي كيقول لك شهيد، شوف غنقول لكم واحد الحاجه، شتي الشهداء كاينين شويه في الجزائر، هما الشهداء ديال القبائل اللي ماتوا ديال الازواد، ومنهم مغاربه ومنهم ليبيين ومنهم توانسه، هما الشهداء ماتوا في هذاك فرنسا، ولكن ملي قتلوهم فرنسا دفنوهم في في مقابر جماعيه، اما هذوك الجماجم ديال اللي كانوا كيخدموا جواسيس، لان الغرب وهتلر زمان كان شتي هتلر كان كيقول لهم انا لا اخاف، كان كيقول لهم انا ما كنخافش، حتى الغرب لحد الان كيقولوا لهم انا ما كنخافش من واحد باغي يدير معايا الحرب، انا كنخاف من هذاك اللي كيتجسس على بلاده الجواسيس الحركيين. يا الاخت كلمه واحده يطول عمرك ان شاء الله. شفت حنا المغاربه بعد الحمد لله ملي كيموت عندنا شهيد ما تليناش كنذكروه كاع، كنذكروا شحال قتلنا، شحال داك الشهيد ولا دوك الابطال شحال قتلوا من عدو، ما كنحسبوش وما كنديروهم في التلفازات، صافي كندفنوهم كنديروا لهم صدقات، وكل الذكرى ديالهم كنترحموا عليهم وصافي. حنا ما عندناش فخر بانه ماتوا لنا رجاله، عندنا فخر شحال قتلوا رجالتنا. تفضلي. شكرا. انا هذا اخر مره غادي نطلع مع اختي تمانة، لحقاش غادي ندير واحد الفيديو غدا وغادي نصيفطو لكم، وان شاء الله غادي نهبط للمغرب وغادي ندوز لاختي تمانة الاب ديالي ان شاء الله. مرحبا. وغادي ندوزو لك اختي تمانة اللايف، وهو دابا راه كان في سويسرا وراه مشى للمغرب، وغادي وراجل هضرت معاه وقال لي مرحبا هو اللي حار ان شاء الله. ولكن واش ممكن سؤال الاخت امستردام؟ بلات نعم نعم نعم. ما امستردام معروفه بالمملكه الهولنديه. نعم دوتش. لا ليس دوتش نيدرلاند. يا دوتش ذاتس دوتش، في الباسبور ديالي مكتوب دوتش، شنو يعني نيدرلاندس بالانجليز، لكن هو دوتش. ما ماشي مش دوتش ماشي مش. ماذا كان يفعل أدميرال دراوتر في الجزائر؟ ممكن تبحث عليها في ليدن سيلتو بلي. سياسة شنو غادي يدير في الجزائر يعني؟ إذا كان سمعني الجزائري تفضلي اسمعني مزيان الله يعطيك الصبر. انا كنعيش هنا في هولندا تقريبا 40 سنه اوكي. انا مني جيت صغيره وقريت وكنت كندير واحد ستاج، اول مره مشيت ندير ستاج في ديلفت كان في 1998
98 في دلفت، في دلفت هنا في هولندا حدا دين هاغ. اوكي هذيك فاش كنت كندير هذاك ستاج كان واحد الجزائري جا هرب من الحكومه الجزائريه وجا لفرنسا ومن بعد اسمع هاد الهضره نقول لك اول مره كنسمع جزائري كي الهولنديين ما كيعرفوش الجزائر كيعرفوها بني هي محميه او يعني شنو نقولها مقاطعه ديال فرنسا. سمع هادي انا كنت في ديلفت، في ديلفت في سخول ديلفت وجا هذاك الجزائري ملي كنا هذاك مازال الجزائر وما غاديش تعطيه بزاف ديال الحقوق باش نفهمك. المهم قالت له الاستاذه شنو سميتك ومنين كتجي؟ قال لها انا من المغرب. وانا في 98 ديك الساعه ما كانوش بزاف المغرب، بزاف الناس المغرب، وانا عجبني الحال حيت انا في الوحيده في لاكلاس في وسطهم. وهذاك البوز برا ملي بقيت كنهضر معاه بدا كتجيني ديك اللهجه ماشي ديال توجد، حيت قالت له منين؟ قال لها من المغرب من وجده. وانا جاتني ديك اللهجه ماشي ديال توجده، انا كان عندي العائله في وجده وكنعرف. المهم قلت لها الاستاذه ديالتي حيت انا كنعرفها قبل، قلت لها هذا راه ماشي من المغرب، عافاك ديري لي اخت اخت شوفي اشنو منين مشات شوفي شنو منين اصل اصلا هو عربي وليني راه ماشي راه يمكن من الجزائر. ملي مشات شفت لقاتو من الجزائر، ملي جات لاكلاس قالت لينا انا راه ما كيعجبنيش بزاف الكذوب، انا بغيت نسولكم دابا منين نتوما يا بقات كتسول كتسول. وملي قالت له قالت له منين في المغرب؟ قال لها من وجده. وجبدت له الورقه قالت له انت من الجزائر. قالت له علاش كتقول انت من وجده؟ قال لها لحقاش الجزائري راه ما معروفاش. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ في اوروبا راه الجزائريين ما معروفاش. وراه ممكن جاوبك الاخت رسلان، ممكن جاوبك؟ يا جاوبني. ايك هاب فير يار ان امستردام هوخ سخول في بوستراد اني كاب ديبلوم اداب فلاسر. سمعيني انا قرات في امستردام اربع سنوات وخرجت بلاتي ليس مغالطات، لان الخراينس ونيدرلاند فيت ارس اوفر الخرايا. بخرايبي تنتيو مزيان هاد الخرايا. خليني اكمل لك يا اخت الامستردام، جزاك الله بخير. اذا كنت انت 40 سنه في هولندا، انا 23 سنه في امريكا. اسمعي يو هاف تو اندرستود سمثينج. No problem. I understand everything. وبلاتي. معاك. براحة. المناقشة خاص تكون شوية احترام. لا تعطي مغالطات ليس لها وجود in Netherlands. أنا لا أعطي مغالطات، هذه الحقيقة. يا وش فرصة؟ أنا أعطيتك فرصة. أعطيني فرصة. لا لا. لكن أنت تقول لا 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 تمر لا لا تمر المغالطات. تفضلي. أنا قلت لك اللي طرا معايا وعندي البيفايس. إيك هاب البيفايس. إيك هاب ألس. وبلاتي. لا مستحيل. بلاتي مستحيل. أي إنسان جاء من الجزائر أو من المغرب يدخل إلى سخول في نيدرلاند إلا وكان له وثائق أو أوراق تثبت شخصيته. يس عنده، لكن مع الأستاذ ورا مع الأستاذ The Algerian he say he from Morocco. Yes. جابت له الدليل من بعد وقالت له انت من الجزائر. واش كتفهم؟ واش ممكن تناقش بالاحترام؟ واش انا كنسبك دابا؟ راه قلت انا تسبيت ولا كنتناقشك؟ واش كتقول لي باحترام انا دابا كنسبك؟ راه انا كنقول لا ما سبيتيش، ولكن في هولندا
ممنوع دخول أي تلميذ إلى المدرسة إلا بإثبات أوراقه الشخصية. وراه جاب الأوراق من يا أخي كنقول لك وراه كنقول لك راه جاي من فرنسا. لا إله إلا الله. اسمال نعم اسمال ممكن يتدخل أنا شوفوا نعم أنا دخل إلا كان ممكن دقيقة غير نتدخل الله يطول عمركم لأنه دوار العجلة غيطلعبوا في الروباتي غير بشوي عليه اوكي غير يمكن واقع سوء تفاهم لانه الاخت عثمان ش قالت دوار العجب قالت انه هو كيكذب بين التلاميذ يعني بين الناس اللي كيقراو معاه ماشي قالت هو داخل باوراق مزوره او لا الاداره راه عندها الاوراق تبوتي على انه جزائري ولكن هو بين اصحابه وزملائه كيقول كينت واش فهمتي دوار العجب صح أختي في القسم ومع الأستاذة قال أنه مغربي من وجدة وأنا ملي خرجنا في الباوزة كاملين كنا كنهضروا حنا بالهولندية هو بدأ حيت أنا مغربية وكنقول له خويا منين وهو ملي بدأ كيهضر هذيك الديالكت هذيك اللهجة ماشي مغربية وجدية وحنا بن أولاد المغرب كنعرفوا وكنشموها من البعيد أنا شميت من جزائري ملي مشيت عند الأستاذة قلت لها أنا الأستاذة ديالتي هي ماشي صاحبتي ولا بين احنا اصدقاء مثلا نتوصلوا بعضياتنا وكذا قلت لها ما غايك نعم هذا راه ماشي مغربي انا بغيت نعرف شنو هي جابت الوراق من الاداره ومن تما في القسم قالت لينا هكا بالحقيقه انا ما كيعجبنيش الكذب كل شيء يقول منين نتوما هو قال انا عاودها قال انا من وجده من المغرب وجبدت له الوراق قالت لي يو ار فروم الخراي كتعرف شنو هي الخراي بالهولنديه لا الخرايه ماشي الخراي الخراي ماشي مشكل ماشي مشكل يا علينا انا غادي نهضر دابا على البترول سامحني انت من بعد غدر حيت غادي ننزل غنجلس نسمعكم باش يطلعوا الناس تفضلي اختي ثم انا البارح كنت متبع اللايف ديالكم ولاني كان عندي العائله وكان واحد الاخ والله الا كان كيهضر على اوفشور اللي حنا كنخدموا فيه